رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوفد الوساطة الأفريقية لنهجهم المتوازن إزاء الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى انفتاحه على الحوار. وشدد بوتين على ضرورة إجراء حوار بناء على أساس مبادئ العدالة ومراعاة المصالح المشروعة للطرفين، متهما في الوقت ذاته كييف بفرض المحادثات. بودي أن أشدد من جديد على أن روسيا تحترم مواقف الدول الإفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحلي، وأيضا حل النزاعات سلميا وصياغة العلاقات الدولية. ونحن نتطلع إلى تقوية مثل هذه المواقف والأفكار، ونرحب بالمواقف المتزنة الإفريقية تجاه الأزمة الأوكرانية، ونشيد باهتمامكم بحل هذه الأزمة.